مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم أينما كنتم، نحييكم من هذا المكان ونرحب بكم بعد نهاية المباراة الختامية لجالية مكة في نسختها الخامسة. نيجيريا تظفر باللقب لأول مرة في تاريخها على حساب الجالية البرموية بهدفين دون مقابل. يسعدني ويشرفني كثيرا في هذه اللحظات أن ألتقي بالرئيس الفخري لفريق الرواد والرئيس الفخري لجالية مكة في نسختها الخامسة سعادة الشيخ حسن بن عبد الله السلمي. أرحب فيك عبر تيفيبا زيدان، قول لك ألف مبروك لك شخصيا كرئيس فخري لهذه البطولة ولكافة الذين يدعمون هذه البطولة، سواء الدكتور منصور بن عبد الله السلمي أو حتى القائمين على هذه البطولة من حيث الدعم المادي والمعنوي. أبارك لكم نجاح البطولة في هذا اليوم. بارك الله فيكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد إحنا نهني أنفسنا ونهنيكم ونهني جميع القائمين على هذه البطولة بنجاح البطولة، نجاح باهر لم يسبق له مثيل. و يعني ما أدل على نجاح البطولة ورونق البطولة الحضور الجماهيري والحضور الإعلامي وكبار الشخصيات وعلى رأسهم الأستاذ المنديالي خليل جلال والأستاذ رجالله السلمي المذيع المعروف وكبار الشخصيات الذي شرف هذه البطولة ورونق هذه البطولة وشرفونا، ونشكركم أنتم شخصيا على مجهودكم القائم من أول البطولة، من أول ما بدأت البطولة في القرعة إلى نهاية البطولة. سعادة الشيخ، اليوم ختام البطولة شاهدنا حضور جماهيري فاق التوقعات، كما أن الحضور الجماهيري كان فوق الطاقة الاستيعابية للمساحة التي خصصت للجمهور. هل تفاجأتم بهذا الرقم الذي حضر اليوم الذي قد يصل إلى 10,000 متفرج بين الحاضرين داخل أرضية الملعب وبين من تابع المباراة من خلف الأسوار؟ الحقيقة فوجينا بكثافة الجماهير وكثر الجماهير والتنظيم، ولو أن التنظيم ما كان يعني على يعني ما كان على المطلوب، ولكن نحمد الله أن البطولة نجحت والجماهير خرجوا بسلام. ونقترح على منظمين هذه البطولة أن نشوفوا ملعب السنة القادمة أكبر من هذا الملعب وملعب منظم، وأن يكون يتبناها بعض مراكز أحياء مكة المكرمة أو الغرفة العامة الغرفة التجارية لتنظيم البطولة والاستدعاء بعض جهات الأمن لتنظيم البطولة. ونحمد الله في هذه المرة نجحت البطولة نجاحا لم كنا نتوقع والحمد لله. هل ستكون البطولة تحت مظلة غرفة مكة التجارية في النسخ القادمة، وتحديدا النسخة القادمة على وجه الخصوص هل ستكون تحت مظلة الغرفة التجارية بمكة بحسب بعض المصادر التي أشارت إلى ذلك؟ لكن أريد أن أستمع منكم أنتم الذين تقفون على هذه البطولة، ما مدى صحة ذلك الأمر؟ والله يا حبذا أن تكون تحت مظلة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وسوف نبذل جهود حنا والقائمين على هذه البطولة وعلى رأسهم الأستاذ علي الصبياني والأستاذ عبد الرحمن السلمي وجميع القائمين على هذه البطولة أن يتقدموا للغرفة التجارية أو لأي مثلا جهة حكومية في مكة المكرمة لرعاية هذه البطولة، وأن يكون استعدادها قائم من يعني من وقت مبكر على تنظيم وعلى استدعاء بعض الجهات الأمنية وعلى تنظيم البطولة، وأن يكون الرعاة في السنة القادمة يعني رعاة معروفين هم قد بدت البطولة بالراعي العام مبطي الجهني، والسنة هذه بمطعم ريدان تحت رعاية الدكتور منصور بن عبد الله السلمي. فنتمنى أن تكون التنظيم القادمة والرعاية القادمة تحت مظلة أكبر من هذه المظلات. جميل. مع احترامي إلى هذه المظلات ومن رعاها. جميل جدا. بخصوص مجموعة ريدان، عزف رجال الأعمال عن البطولة، دعمت مجموعة ريدان ممثلة في الشيخ منصور أو الدكتور منصور بن عبد الله السلمي، الرجل الذي أفنى وقته وجهده في سبيل إنجاح هذه البطولة ودعم البطولة ماديا ومعنويا، نتحدث عن لقاء الافتتاح والختام حيث أنه حضر. ما هي الكلمة التي تقدموها لمجموعة ريدان ممثلة في ذلك الرجل ودعمها لجالية مكة في نسختها الخامسة، البطولة التي أستطيع أن أقول بأنها البطولة الأكثر ضجيجا إعلاميا وجماهيريا على مستوى الغربية هذا العام؟ نشكر مجموعة ريدان على رعايتها لهذه البطولة
وهي بجهود خاصة من الأستاذ عيد بن عبد الله السلمي أخي، هو الذي قدم المشروع لهذه المجموعة وتبنوه مشكورين ودعموه وما قصروا في دعم هذه البطولة، نشكرهم جزيلا. ونخص بالذكر الدكتور منصور بن عبد الله السلمي الذي لم يقصر في أي شيء، وقد حضر افتتاح البطولة وتشرفت البطولة بحضوره، وحضر نهاية البطولة، ولم يتوقع ولم نتوقع أن يكون زخم هذه البطولة في النهاية بهذا الشكل. ولكن ونحمد الله سبحانه وتعالى نجاح البطولة، ونشكركم شخصيا على جهودكم من أول البطولة إلى آخرها. أخيرا سعادة الشيخ حسن، ما هي الخطة، أو ربما هناك بعض الأمور التي ستطرأ من حيث التجديد على البطولة القادمة، هل هناك بعض الأمور التي وضعت في الذهن من أجل تطبيقها في النسخة المقبلة؟ يعني كان هناك حديث أن مثلا راح يكون في زيادة على مستوى الجاليات المشاركة. والله لحد نحن لم نضع الخطوط العريضة للبطولة القادمة، حيكون في اجتماعات بعد كذا يعني نضع خطوط عريضة ونرى نشوف رأي المسؤولين ونشوف من الراعي. وأنا أعتقد أن يعني 12 جالية شاركت في البطولة كافية، وإذا زادوا فيه يعني في زيادة على هؤلاء الفرق فأهلا وسهلا، بس أهم شيء يكون مكان واسع، ملعب زي ملعب الشرائع أو ملعب الوحدة مكة المكرمة، وأن يكون يقدم لهم طلب هذا استضافة البطولة. والتعب من الآن نبدأ، يعني اللي قمنا البطولة يبدأوا من الآن في التخطيط ووضع الخطوط العريضة للبطولة القادمة، فمع التنظيم ومع الفكر ومع الناس اللي يعني نحاول ناخذ من ارائهم وناس يعني قد سبق ننظم بطولات، ان شاء الله تكون البطوله القادمه اجمل واحلى من هذه البطوله. نتمنى ذلك. سعادة الشيخ حسن، اترك لك المساحه الكافيه قبل ختام هذا اللقاء، وربما لديك حديث او جزئيه اخيره قبل نهايه هذا اللقاء. الحقيقة الحديث الذي بعد نهاية هذا اللقاء، نشكر القائمين على هذه البطولة والمنظمين، ونشكر مجموعة ريدان على رعايتها لهذه البطولة اللي ما قصروا في من أول افتتاح البطولة يوم العرض عليهم، ما قصروا وقدموا الشيء المطلوب. ولو أن نتمنى من السنة القادمة أن يكون الرعاية أكبر من هذا الشيء اللي قدم في هذه العام هذا أو العام الفائت. ونشكر القائمين وعلى رأسهم الأستاذ علي الصبياني ومساعدينه والأستاذ عبد الرحمن السلمي، ونشكركم شخصيا على تعبكم وعلى يعني ملاحظتكم وعلى جميع ما قمتوا به من بداية البطولة، من يوم وضعت القرعة لها إلى نهاية هذه البطولة، قمتوا مجهود تشكرون عليه.